تحياتي. كتير مننا بيعاني من مشكلة ضعف التكييف، يعني لما تكون واقف في إشارة تلاقي التبريد تحول إلى ترطيب، ولكن لو أنت ماشي بالعربية على سرعات عالية أو في طريق مفتوح تلاقي إن التبريد قوي. تعالوا مع بعض في الفيديو ده نشوف سبب المشكلة وطريقة علاجها بأبسط الطرق وأسهل الطرق. نتابع مع بعض. فكرة ان مكيف السيارة او تكييف العربية يبقى قوي معاك وانت ماشي على الطريق او على الهاي واي والسرعات العالية وتلاقيه ضعيف معاك عند الوقوف في الاشارات او السير بسرعات بطيئة او السير داخل المدينة، ده راجع لسببين او تفسيرين وهنوضحهم دلوقتي. ولكن قبل الشرح خلينا نعرف ان فكرة عمل مكيف السيارة عبارة عن ده كومبريسور المكيف او ضاغط المكيف او كباس تكييف السيارة، بيبدأ ياخد حركته عن طريق سير او بلت من المحرك بالشكل ده، وعليه يبدأ يحرك الفريون داخل الدايرة عن طريق الشفط والطرد. وكمان العنصر الاساسي اللي بيزود كفاءة التبريد بداخل السيارة هو تبريد السربنتينة الخارجية اللي هي دي، حاول اوضحها اهي، اللي هي الريش بتاعتها اللي واضحه دي، نوضح من حته تانية من جهه تانية اهو، اللي بيكون راكب عليها المروحه. في فيديو سابق قبل كده اتكلمت علشان تزود التبريد بتركب مروحه خارجيه على السربنتينه اضافيه، يعني انا في عربيات بيكون نازل مروحه داخليه بالشكل ده وانا كمان ركبت مروحه اضافيه، تقدر فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن تطلع على الفيديوهات ديت هتفيدك. وعليه الضغط اللي خارج او الفريون المضغوط اللي خارج من كومبريسور السيارة للسربنتينة كل ما يبرد اكتر كل ما يديلك تبريد داخل السيارة اعلى. نيجي بقى للمشاكل او التفاسير، احنا كده عرفنا فكرة عمل مكيف السيارة. نيجي بقى للمشكلة، لو الكمبريسور عندك ضعيف ما بيضغطش الفريون كويس او ما بيكبس الفريون كويس بالتالي مش هتلاقي تبريد، ولكن لما بتيجي تدوس بنزين وتزود سرعة العربية يبدأ الكمبريسور يضغط الفريون بزيادة وعليه بيكون العيب من الكمبريسور، يبقى اول مشكلة اني العيب من الكمبريسور. طيب اعرف العيب من الكمبريسور ازاي؟ بنيجي نركب عدادات الضغط الاحمر والازرق، الاحمر ده عبارة عن خارج الكمبريسور او الخارج بتاع ضغوط المكيف، والازرق دوت الراجع بتاع التكييف. طبعا هنا لو جينا نلاحظ ان الضغط عندي على 90 في العداد الاحمر و90 في العداد الازرق، يعني الضغط متعادل في الدايرة. طيب لو انا شغلت العربية ولقيت الضغط في العداد الازرق نزل عند 40 وزاد عدى ال 140 مثلا او ال 150 في العداد الاحمر، كده انا عندي كومبريسور كويس جدا. غير كده هو يبقى في مشاكل في الكومبريسور. هنيجي دلوقتي نثبت الكاميرا وندور العربية علشان نعرف المشكلة في الكومبريسور ولا لا. لو جينا نلاحظ ان الضغوط بدأت تعلى في الضغط في الجنب الاحمر وبتقل في الضغط في الجنب الازرق بالشكل ده زي ما واضح، وعليه كده بيكون حالة الكمبريسور بتاع التكييف 10 على 10. طيب لما الكمبريسور 10 على 10 والعربية برضو التبريد على الطريق بيكون اقوى من داخل البلد، طيب ايه السبب او ايه التفسير بتاعها المنطقي؟ اشرح لك دلوقتي التفسير المنطقي هيكون ايه. لما تلاقي الضغوط مظبوطة بالشكل دوت وبرضو على الطريق التكييف بيكون اقوى من جوه البلد، اقول لك السبب ايه. زي ما واضح كده ان الكمبريسور اخد سرعته من لفات الموتور بالشكل ده. طيب ايه اللي بيحصل بقى على الطريق؟ انت على الطريق طبعا بتدوس بنزين، طب لما انت بتيجي تدوس بنزين ايه اللي بيحصل؟ لفات الموتور بتزيد وعليه الكمبريسور اخد حركته من الموتور وعليه يضغط فريون بشكل اكبر وبكمية اكبر من المعتادة. بمعنى انا دلوقتي الضغط اهو على 150، لما اجي ازود بنزين بقى اشوف كده ايه اللي هيحصل.
بدأ الضغط يزيد. طب لما شلت رجل شايف برضو الضغط مش بكفاءة لما اكون دايس بنزين. يبقى انا لما اجي ادوس بنزين وانا ماشي على الطريق انا خليت الكمبريسور يضغط الفريون بشكل اسرع وبكمية اكبر وعليه يديني تبريد اعلى. طيب ايه اللي يثبت صحة كلامي بعيدا بقى عن العداد والورقة والقلم؟ الطريقة البلدي على الصلانصيب بالشكل ده الكمبريسور شغال، لو قعدنا مستنيين شوية مش هيفصل، لكن لما اجي ازود بنزين ارفع لفاته فصل معايا. ليه؟ لان انا زودت حركة الكمبريسور وخليته يبرد بزيادة وعليه بدأ يبرد جوه بزيادة والترموستات خلى الكمبريسور يفصل ويريح كده بدأ يشتغل مرة تانية وهكذا. طيب فين بقى الحاجة الاهم من كل ده؟ وانت ماشي على الطريق بيكون الهواء مقابل لوش عربيتك وعليه بيبدأ يبرد السربنتينة الأمامية بشكل أقوى وعليه يطلع تبريد داخل السيارة أعلى. يبقى أنت على الطريق بتدوس بنزين بترفع لفات الكمبريسور بتاع التكييف يضخ كمية فريون أعلى، وكمان الهواء اللي بيكون جاي في وش العربية بيبرد السربنتينة أو الكوندنسر بتاع التكييف بشكل أعلى وعليه تلاقي جوه العربية التكييف بقى تلاجة. ولكن الحالة دي طبيعية في اي سيارة. ليه؟ لان كمبريسور السيارة مختلف عن ضاغط البيت او كمبريسور التكييف بتاع البيت او كمبريسور تكييف التلاجة، لان التكييف ده بياخد سرعات متغيرة مش سرعته ثابتة زي بقية اماكن التبريد او بقية غرف التبريد. وعليه هي دي اللقطة اللي الواحد بيحس يقولك انا عربيتي فيها مشكلة على الطريق بتبرد كويس وجوه البلد ما بتبردش كويس. اديني وشرحت لك المشكلة جاية منين، يا اما الكمبريسور ضعيف او الامر طبيعي جدا. ان فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن في فيديوهات كتير عن طريقة تقوية تبريد السيارة في كمبريسورات بيكون فيها اكسبنشن فالف زي عائلة الجي ام والدايو، ساعات البلف ده بيكون ضعيف او عليه رواسب او الاورنجات بتاعته بتهرب، لو غيرت الفالف ده هتلاقيه التبريد فرق معاك. وفوق في الاي وتحت في الديسكريبشن طريقة تغيير بلف الكمبريسور. في عربيات تانية بيكون بلف الكمبريسور فيها بلف كهربي وساعات البلف الكهربي بيعلق او ما بيفتحش بالقيمة بتاعته وعليه يبدأ يضعف التبريد. ولكن السيارات اللي فيها الكمبريسور الكلاتش ما بتحتاجش للحاجات دي خالص. برضو فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن هتلاقي فيديوهات كتير لطريقة شحن التكييف، في طريقة سريعة تقدر تمشيك سنة سنتين وتشحن بيها السيارة وتلاقي التكييف مظبوط، في طرق احترافية عن طريق مكنة الفاكيوم، هتلاقي فوق في كتير في بلاي ليستس فيها كل مشاكل التكييف، ازاي تراجع الدايرة، ازاي تكتشف التسريبات، ازاي تصلح. اشجعك ان انت تتفرج عليها وميرسي كتير ليكم. في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير، ولو عندك اي استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو. شكرا ليكم.